بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقعد وحوي عبد الحكيم عمر فارح بدايه كل سوتش قبل كبوه هلا وحنا كان كتير زي أو شيء جاي بريحا وحاد تاجن كبوش كي قرر كدور شوي كا كارك عبد الحين تا اللي لقي قال ما يو أبو كبوه قال هان دقيمة دقول أنا قصو جيرا يعني أريد تاجن حكم تشنوي كارك والله قالنا يا أمني نو كتيره أمني والله قالنا يا دقيمة دقول يدقام كي قالنا تقولون كده والله قالنا يا أمني والله قالنا يا هو اللي ماشى أمني كم تشنه وحنو شيء إن أمني كتير أمني جسنا وتامي أنا قلنا هذا كذي وحف دباتي وخل خلي وسكتين ومدنا وحنا لي وح قال يعني وح بكتيرين هو شيء إن والله يدك دبا وح شيء شيء قال إنت أنا بتقول اللي بتقول حما ينو تجي هالك عبنت هو تجي وين وح كم تشير صعد كل هذا عن صلاة كذي بس إن شاء الله تعالى أمني إن بتقول وين كتير وح خلا بقى قلت لك وش كخرك دور شويك وأنا كل عصر إن سيدا وتح سيدا وف يعني يوجد بيان دكان كورود وكارك يوجد وكمش كدور هيك يوجد بيان سي كارك الله قال الله وهاول قلام يا أنت أص إذا كهاول قلام والله كان باق قدر يا وحنا كل باق قدر يا شعب كده ما دوب بيان ما عليه كارك قاطع سنة بالقدر أو قاطع كارك يدك يدافع فعيا دتك يدافع فعيا سعد كنا فعيا اللي يعني ما دني ما دني يدافع سا كارك قاطع والله يا أمني إن بالقدر أو قاطع وأنا ودي أنا بكيف ديال ويهينو كاركاس يدك يدافع فعيا والله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.